تحية خاصة لأبناء ديالنا نزلاء أحداث بالسجن المحلي بوركايز. إحنا اليوم معكم في إطار حفل رمضاني، إطار إفطار جماعي بتعاون مع شركة أوزون. أنتم كفئة أحداث المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدمان تضعكم في صلب اهتماماتها. أنتم رشيد كما قال الفنانة ديالنا، أنتم أبناء المستقبل. أنتم يعول عليكم، أنتم ارتكبتم أخطاء، أنا أعتبرها أخطاء، في لحظة طيش، في لحظة سوء تقدير. هذا لا يعني أنه النهاية، بل العكس. الإنسان مش عيب يطيح، ولكن العيب هو أنه يبقى ساقط. إحنا في المديرية الجهوية وبالتعليمات ديال المندوبيه العامه لاداره السجون واعاده الادماج نعمل كل ما في وسعنا، اولا لكي تمر مده العقوبه ديالكم في احسن الظروف وفي احسن الاحوال. التعليمات ديال السيد المندوب العام هي دائما تنصب في حسن المعامله، في حفظ الكرامه، في تهيئ كل السبل ديال اعاده الادماج ديالكم. انتم ابنائنا، انتم وليداتنا، انتم خوتنا، انتم يعني جزء منا. المسؤوليه ديالنا ما كتنحصرش فقط في اثناء يعني القيام ديالكم ديال في تنفيذ العقوبه ديالكم داخل المؤسسه السجنيه، بل المسؤوليه ديالنا كتجاوز حتى الفتره ديال الافراج عليكم. جلاله الملك نصره الله وضع كما قال السي خليل العزامي مؤسسه أعطاها اسمه الشريف باش تسهر على إعادة الإدماج ديالكم. صاحب الجلالة نصره الله كذلك لما عين السيد المندوب العام في الظاهر ديال 29/4/2008 أوصى بإحداث لجنة مشتركة تمثل جميع القطاعات من أجل النهوض والقيام يعني بكل ما يمكن أن يساهم في إعادة إدماجكم. واليوم المقاولة ديال أوزون أو شركة أوزون هي تستجيب لهذا جزء من مما أوصى به صاحب الجلالة نصره الله، وهي مناسبة ندعو باقي القطاعات الأخرى الحكومية وغير حكومية، قطاع خاص، كل المهتمين بالشأن السجني بأن يساهم في كل ما من شأنه الرقي وتطوير الخدمات التي تقدم لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية. طبيعة الحال هو هذه البرامج الثقافية والترفيهية والتربوية هي استراتيجية نهجتها المندوبية العامة وهي تعمل دائما على تطويرها، ونحن دائما في تقييمنا للبرامج التربوية المقدمة لفائدة النزلاء نسعى دائما إلى التطوير، نسعى دائما إلى مضاعفة أعداد المشاركين في كل هذه البرامج، نسعى كذلك لأن تمر فترة العقوبة يعني بواحد الظروف اللي هي تخلي السجين أنه تنسيه مرارة السجن وتنسيه يعني هذه الفترة اللي كيقضي، ولكن هي كذلك دعوة أدعوكم إلى مراجعة الذات، أدعوكم إلى الابتعاد عن كل ما يمكن أن يؤدي بكم إلى الوضع الذي أنتم فيه، وأتمنى وبخالص الدعاء ونحن في العشر الأواخر التي يستجيب فيها الله الدعاء أن يفرج عليكم جميعا وأن نراكم إن شاء الله في أحسن الأحوال. ونحن دائما أقولها وأؤكدها كإدارة جهوية وكإدارة محلية يعني موظفين يبذلون قصارى جهدهم، يعني موظفين اللي كيسهروا معكم ليل ونهار، موظفين اللي كيعيدوا معكم وكيخليوا ولادهم، موظفين اللي كيرافقوكم المستشفيات وتيخليو يعني الامور ديالهم، موظفين اللي كيرافقوكم في البرامج اليوميه ديالكم وتيخليو يعني المسؤوليات الاسريه ديالهم، وهذا فقط من اجل ان نكون عند حسن ظن يعني راعينا صاحب الجلاله نصره الله، وشكرا لكم.